لو سمحتي عايزة افتى في دلوقتي. اتفضلي قولي سؤال. جوزي دلوقتي حلف عليا، انا اتطلقت مرتين قبل كده ودي الطلقة التالتة، فعشان حاجة بسيطة جدا قال لي اعتبري نفسك انت طالق. فانا مش عارفة دلوقتي، انا قاعدة في البيت وانا طالعة ستة على المعاش، لسه طالعة جديد خبر ابيض. ومعايا ولاد، معايا بنت، معايا ولد وبنت متعلمين، فانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. انا عامه هو ما بيشوفش ضفري يعني، بس عايش في البيت معانا. هو راح، ما هو لازم هو يروح دار الافتاء او يسال. هو انتوا متجوزين بقالكم كام مهتم سنه يا يسال. فندم؟ كام سنه زواج؟ ما هي طالعه المعاش اهو. اهي. يعني كام سنه بقالكم مع بعض؟ كام سنه؟ 28 سنه. يا خبر ابيض. حاضر طبعا. اسمعيني حاضر. هو بقى مهتم يسال او يعرف او كده، ولا مش يعني حضرتك مش بس فارقه اللي معاه؟ طبعا مهتمه؟ حاضر انا هجاوب. بصي حضرتك، هو لا مبالاه حتى يعني، بصي الرقعه حتى يعني مش بيركح. يا ساتر يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان بيلوم عليا أنا عشان بصلي وبصوم وبعرف ربنا وبختم القرآن والحمد لله مواظبة على كل حاجة، على أورادي وعلى قراءة المصحف وبختم مصحفي على طول، بيقول لي مش هينفع لك الصلاة ولا هينفع لك الصوم ولا هينفع لك حاجة. هو طب لا والأولاد مبالاة موقفهم بس إيه يا أنا فندم؟ عايزة أعرف راسي من رجلي يعني. أولادك موقفهم إيه؟ في النص. الولاد بيتكلموا لانهم يعني في محاميه ومهندسه، ومهندس ما يعني. شاء الله ما شاء الله. حاضر حاضر يا فندم حاضر. شكرا لحضرتك يا مدام زين. والله انا زعلان وحزين. عارفه بقول لكم مقهور لما يبقى واحد متجوز ومع واحده في سقف واحد وبياكلوا في طبق واحد 28 سنه. اوعى اياك، انا راجل وبنادي على الرجاله، اوعى اياك تحسس مراتك ان انت اللي ماسك الزمام وفي لحظه بتكلم بالفلاحي تنطرها او تطردها او تزقها، وكل شويه تقول لها ايه، هتسكتي ولا اللي بينا ينتهي؟ والله ان ما سكتي لاطلقك، حرام عليك. ده افضل شيء عند الست في بيتها ان تحس بالامن والامان. فالرجل بالنسبه لزوجته امان، والزوجة بالنسبة لزوجتها لزوجها أمانة. دي أمانة يا جماعة. اوعى تفكر ان ربنا يعني جعل الطلاق في ايدك ان انت تتلاعب بيه. بعد 28 سنة زواج والست طلعت فوق الستين سنة جاي تطلق رقم ثلاثة، وانت يا حاجة انت قاعدة لحد دلوقتي ليه؟ مش بقول لك اتطلقي ولا حاجة، ساكتة ليه لحد دلوقتي؟ انت انا ما سمعتش منه طبعا، انا بتكلم على اللي انا سمعته. بعض الزوجات يا جماعة من كتر التنازلات، سامحوني لازم اقول الكلام ده، من كتر التنازلات بعض الازواج اللي ما بيقدروش اعتبروه حق مكتسب. فبعض اذا كثرت التنازلات تجعل الطرف الاخر يطمع فيك، فبتلاقي الست المصريه يا عيني الاصيله المتربيه المحترمه بتروح الشغل وهي اللي تصرف وهي اللي تكشف على اولادها وهي اللي تاكل وهي اللي تشرب وزوجها ماشي على كده مع نفسه. انا بقول الا من رحم رب في ازواج كويسين عشان ما تزعلوش مني. ده راجل خاين، ده ليس برجل، اسحب منه صفه الرجوله. واول اتنين هيقفوا بين ايد ربنا يختصم يوم القيامه الزوج والزوجه. طيب وسيدنا النبي قال ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه، فاتقي ربنا. وبالنسبه للفتوى عندك دار الافتاء، لان دي الطلقه الثالثه، فلازم اسمع من الطرفين وجها لوجه. طيب وهل هو يعني هو ما عندوش، هو عنده لا مبالاه، هو لا هيروح دار افتاء ولا عايز يسال ولا فارق معاه اللي تحسن الموضوع ده؟ هي بقى هي كواحده مش هتعرف تروح دار الافتاء بالراجل، تعمل ايه؟ تفضل قاعده قافله على نفسها؟ مش احنا القصه بتاعت ستنا المجادله قد سمع الله قال انت عليك، قالت له فجاء يراودها في الحلاقه الحميمه. قالت له والله لن تقرب مني حتى نستفتي يا رسول الله. ده الموضوع ده فيه حلال وحرام طبعا. ما يقربش منك ولا يقعد جنبك الا لما تشوف الموضوع ده يا فندم، او تدخلي اهل الخير يفصلوا بينكم باذن الله تعالى. فما تسكتيش لوجه الله والارزاق على الله.